السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ أجمل خبر في الأمريكان من سنين لسه حاصل من كام يوم صغيرين. طبعا اللي مواكب الأمريكان كان عارف أزمة كده كانت بتحصل، إن الناس اللي بره عارفة تمتحن الديجيتال سات اللي هو امتحان حرفيا أكبر عيوب في الأمريكان كلها مش موجودة فيه. مثلا سيكشن الريدنج الطويل الصعب الرخم اللي الناس كانت بتشتكي منه في الأمريكان مش موجود في الديجيتال سات بالشكل اللي هو الباسجز الطويلة القطع الكبيرة المجعلصة دي، لا حاجات متوسطة وحجمها صغير كده وتعرف تجاوبها أسهل بكتير. عدد الأسئلة نفسه في الديجيتال سات كان عدد أسئلة أقل من اللي موجودة في الإي إس تي والأكت، والطريقة اللي بيجي السؤال فعلا بيها أسهل. يعني أنا كحد بيدرس الاتنين بصراحة كنت دايما شايف إن الديجيتال سات فعلا يعني في كده unfair advantage أو ميزة غير عادلة للناس اللي بره مصر ويعرفوا يمتحنوا ديجيتال سات مقارنة بالناس الموجودة في مصر ولازم تمتحن الاي اس تي والاكت. طيب امال ايه الخبر الجميل اللي فعلا انا من رأيي الشخصي اجمل خبر سمعته في الامريكان من سنتين تلاتة حلوين؟ بمنتهى البساطة الاكت، لان في زي ما الناس اللي بتعمل الامريكان من زمان عارفة في منافسة كبيرة بين المؤسسة اللي بتعمل امتحان السات والمؤسسة اللي بتعمل امتحان الاكت. في امريكا نفسها عندهم تنافس كبير، فعشان كده الاكت اعلنوا من كام يوم ان هم هيغيروا نظام السيستم بتاع الاكت كله عشان يكون اقرب لنظام الديجيتال سات. فيمكن اللي امتحن اكت عارف انه مع انه امتحان حلو وطريقه حساب الدرجات فيه فعلا حلوه والاسئله نفسها واضحه وما فيهاش يمكن الفزلكه واللف والدوران اللي ساعات موجود في الاي اس تي، يعرف ان كان العيب اللي بيخوف الناس منه عدد الاسئله الغريب والتايم مانجمنت. انت حرفيا سيكشن مثلا الرايتنج انت لازم تحل 75 سؤال بحالهم في 45 دقيقه، فاللي هو حرفيا السؤال في اقل من 40 ثانيه in some cases. فلا هم قللوا عدد الاسئله ب 44 سؤال، متخيل؟ وقالوا ان هم هيخلوا سيكشن الريدنج يبقى اقصر عشان يبقى شبه شويه الديجيتال سات، وقالوا الامتحان اللي كان بيخش في 3 ساعات بقى ساعتين بس. سيكشن الساينس اللي كان بالنسبه لبعض الناس بيعمل لهم ازمه مع انه مش مطلوب في مصر بقى حاجه اوبشنال، انت من قبل ما تخش ممكن اصلا تقول انا مش عايز امتحن ساينس. فتغييرات حلوه جدا وخلت الحمد لله هيبقى عندنا بديل قوي في مصر للديجيتال سات بره مصر. ورايي الحمد لله انه يمكن ده بعد فتره صغيره يخلي اصلا القدره بتاعت الناس اللي في الامريكان في مصر انها تخش كليات حكوميه اعلى، ويخلي الناس اللي في مصر عارفه تنافس الناس اللي بره مصر، لان في الامريكان بالذات معروف انه الكفه زي ما بنقول مش عادله فعلا. فده انا يعني تطور انا مبسوط بيه قوي ومستني اشوف ان شاء الله لما يبدا يتطبق من اول ابريل 2025 الدنيا هتكون عامله ازاي باذن الله.